حسين أحمد. استمعنا إلى أغنية يا ليل كنا سهرا. استديوهات الإذاعة العمانية في صلالة وساعة برج الصحوة معلنة الواحدة من صباح السبت. بسم الله الرحمن الرحيم، إليكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم وآخر الأنباء. أعلن العراق أن طائراته الحربية أغارت الليلة على أرصفة التحميل لجزيرة لافان وتمكنت من إصابة أهدافها. وقال ناطق عسكري عراقي إن أعدادا من الطائرات العراقية وجهت الليل ضربة مؤثرة إلى هدف بحري قرب السواحل الإيرانية، وإن الطائرات العراقية عادت إلى قواعدها السالمة بعد تنفيذ غاراتها. غادر وفد اللجنة السباعية العربية المكلفة بمتابعة تطورات الحرب العراقية الإيرانية برئاسة وزير الخارجية المغربي عبد اللطيف الفيلالي باريس أمس في ختام زيارة لفرنسا، اجتمع خلالها بالرئيس فرانسوا ميتيران. وأبلغ السيد الفيلالي الصحفيين أن مهمة الوفد وجدت تفهما تاما لدى فرنسا التي أيدت القرارات المتعلقة بوقف النزاع في الحرب العراقية الإيرانية. وأضاف الفيلالي أن الوفد طلب من فرنسا وباقي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.